ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان، الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه خضوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه، ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار بمحمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم
وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأمضت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعضا أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعضا حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعضني اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا وبعضا كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعضا أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبت سيد من خلقت وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك
ثم نصرته بروح وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إلي والمسلك إلى رضواني. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه من كنت؟ اللهم هو علي، وانصر يا الله واخذل. وقال من كنت؟ أنا نبيا، فعلي أميره. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى، فقال لا أنت مني منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين.
وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك وسلمك سلمي وحربك والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعد هودا من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبيت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله
أشقى الآخرين يتبعوا أشقى الأولين لم يمتثل الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقتل مجتمعة على قطيعة رحمي وإقصاء ولدي إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادب ولمثله فلتذرف الدموع وليصرخ صارخ ويضج ضاج ويعجل عاج أين الحسن أين أين أبناء الحسين صالحون وصادق أين السبيل بصوت واحد أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار أين الأنجم أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الآدية
أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواد؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين وحي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردى؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفات وناشر راية العدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين يا الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي
المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحما يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهدين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطايب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النوى بل اي ارض تقلك او ثرى ابرضها او غيرها ام ذي طوى عزيز على أن نرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز على أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازحين ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شاهد
الباقي يتمنى من مؤمنين ومؤمنتين ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيد عزين لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجدين لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعمين لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولا وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز يجري عليك دونه ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عينه فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنرى متى ننتقع من عذب ماء فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى قد نشرت لواء الناس ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاد وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين ارفعوا أيديكم إلى السماء فإنها لا ترد إن شاء الله ببركة الإمامين الكاظمين يا أرحم الراحمين اللهم
أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب آخرتي والدنيا فأغيث يا غياثة فأغيث يا غياثة فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأري سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه رجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما فبلغوا منا وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائه اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسوله السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقيم به الحق وادحر به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ
يأخذ بحجزته ويمكث في ظله، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم وقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم انصر المجاهدين والمقاتلين نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مرضانا، اللهم اجعل العراق آمنا، اللهم اجعل العراق آمنا، اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين بحق الإمامين الجوادين. إلهي دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه، وليا وحافظا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات ومن مات على الهدى والولاية والإيمان وإلى أرواح الشهداء السعداء من المقاتلين والمجاهدين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.